بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حاب بس اوضح توضيح قبل ما نبدا الكلام، بس انا بحب جدا كابتن مصطفى صادق، بيعجبني جدا فيديوهات كابتن مصطفى صادق وبتفرج عليه يوميا مع الفيديوهات اللي هو بينزلها. الراجل عرفته بصراحه في كاس العرب ومستمر بتفرج عليه، مفيش اي مشكله. في ناس بتقول ان انا باخد فيديوهاته بنفس العناوين، بس عايز اقول لك ان انا كنت باخد فيديوهات يلا عبد العال بنفس العناوين وما طلعتش مع كابتن رضا عبد العال وما طلعتش ورا كابتن مصطفى صادق، والحمد لله رب العالمين، لان انا طلعت ورا الناس دي كنت هشتم كتير وانا مش ناقص وجع دماغي. بس انا بس بطلع في حاجات ما بتعجبنيش بطلع ارد عليها، زي مثلا المقارنه اللي كانت ما بين كارلوس كيروش وجمال بالماضي. يعني تمام، انت عايز تخاطب الجمهور الجزائري وعايز الناس تعمل لك لايكات وسبسكرايبات، تمام، بس مش على حساب مدرب منتخب بلدك. غير ان كارلوس كيروش كسيفي راجل مش قليل. تمام، جمال بالماضي كان عليه، يعني كان في كلام كتيره جدا عليه بيتقلب للبطوله، وفي الاخر للاسف الشديد يعني الفرقه طلعت بدري والكلام بدا يتغير مره واحده، وبدا يعني بدانا نشوف العقليه اللي احنا كنا بنتمنى ان هي تمسك منتخب مصر. مره واحده بقى بنتهمها ان هي بتحبه وتكره، ومره واحده بقى كارلوس كيروش عارف يدير كويس. فحته انك تعمل مقارنات سخيفه كده ملهاش اي معنى، ودي في ناس زعلت منها. انا كنت بتكلم في كده، في ناس زعلت مننا. وفي الاخر يا جماعه كارلوس كيروش السخيف اللي مش عاجب ناس كتير ده وصل بمنتخب مصر للفاينل، وجمال بالماضي طلع من الدور الاول. هل ده معناه تقليل من حد؟ لا مش تقليل من حد، بس انت ما تتكلمش قبل البطوله وتقول لي ده يمسك مكان، ما بتعجبش. وغير كده برضو لما انا طلعت اتكلمت على جمال بالماضي هنا، في ناس كتيره جدا طلعت قالت لك انتوا عايزين ايه مننا مصريين؟ واحد يقول لك جمال بالماضي يصلح لمنتخب مصر، والتاني يقول لك جمال بالماضي كويس، جمال بالماضي دعموه. بص انا عايز اقول لك حاجه، جمال بالماضي فكره انه يمسك منتخبات، الراجل مش هيمسك المنتخب الجزائري. وجمال بالماضي لما مؤاخذه يعني ما كانش هيتخلى عن فلوس قطر عشان اي منتخب في الدنيا الا منتخب الجزائر، وما كانش هيتخلى عن راحه البال والدماغ اللي موجوده في قطر عشان يمسك اي منتخب غير منتخب الجزائر. لان لما مؤاخذه كده ولا منتخب مصر ولا اي منتخب هنا في الوطن العربي يقدر يدي جمال بالماضي الفلوس اللي كان بياخدها في قطر. حتى المنتخب الجزائري ما ادولوش نفس الفلوس، بس الراجل عشان منتخب بلده فمقرر ان هو يتنازل. في بقى حته امبارح ما عجبتنيش بصراحه، هي حته ان احنا لسه مكملين على التحامل على صامويل ايتو. على فكره كابتن مصطفى يعني تصحيح للمعلومات والاعلام اللي قالك كده، مباراه الجزائر والكاميرون هتكون على ملعب ليمبي الدولي، الملعب اللي اتلعب عليه النهائي بتاع مباراه مصر والسنغال. اه دي معلومه، وكانت مش معلومه، هي كانت كده كده متقاله بعد القرعه مباشره، ان الكاميرون والاتحاد الكاميروني حددوا ملعب ليمبي. ملعب ليمبي ده عندهم زي استاد القاهره الدولي عندنا كده، هو الملعب اللي بيستقبل مباريات منتخب الكاميرون وبيعملوا عليه العاب قوه وبيعملوا عليه حاجات كتيره جدا. في موضوع الهجوم على صامويل ايتو واستمرار الهجوم على صامويل ايتو وان احنا نفضل نسخف من صامويل ايتو، اعتقد ان النغمه دي ما بقتش مقبوله والترند بتاعها راح. ونفسي يعني الناس تعرف ان احنا لو بنطلع نقول يعني معلومه بنصححها لحد، انت مش بتسخر منه وبتسخر من اي حاجه، عادي. وكل واحد بيقول المعلومه بطريقته هو. انا بطلع اتكلم على برشلونه بطريقه ما بتعجبش ناس، بتقول لك لا في محللين بيقولوا كذا وبيقولوا كذا. يا جماعه كل واحد ليه العقليه وكل واحد ليه الطريقه اللي بيقدم بيها المحتوى بتاعه. في ناس بتحب تروح لناحيه ان انا ارضي الناس علشان خاطر الناس تعمل لايكات وسبسكرايبات، وفي حد تاني صدامي زي حالاتي كده ما بيعرفش يروح يرضي الناس وبيريح دماغه وبيحب ان هو لا انا القناه كبرت عندي، لا ننزل تاني بقى. احنا مش جايين نكبر يا باشا، احنا لو جينا نكبر هنتحبس وهنلبس كلابوش، يبقى خلينا زي ما احنا كده صغيرين في الخفاء وفي الضراء، خلينا زي ما احنا كده بنطلع نقول اللي احنا عايزينه، ومحدش بيجبرنا ان احنا نطلع نقول اللي هم عايزينه. طبعا الفيديو مش هيعجب ناس كتير، بس الناس اللي هيعجبها الفيديو حابب اشكرها، والناس برضو اللي مش هيعجبها الفيديو وهتعمل انسبسكرايب براحتك يا برو، عادي جدا. يعني انا بقالي سنتين في القناه دي، بيجي ناس وبيروح ناس، نقابل ناس نفرق عادي يا معلم، كده كده ماشي. بس انا بس كنت عايز اصحح المعلومه دي، صامويل ايتو مش جاي على المنتخب الجزائري، صامويل ايتو مختار ملعب ليمبي علشان خاطر صامويل ايتو والكاميرون نفسهم يصعدوا كاس عالم، زي نفسك انت كجزائري ومنتخب الجزائر يصعد كاس عالم، وانا نفسي منتخب مصر يصعد كاس عالم، وصاحبك نفسه منتخب تونس، وصاحبك تاني نفسه منتخب المغرب، كل نفسنا نصعد كاس عالم. بس صامويل ايتو مش هيضحي بمنتخب الكاميرون ويروح يلعبه في ملعب جابوما، مش هيعملها خالص، ما تصدق.